بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. ويستثمر قصف الإرادة الفلسطينية بما فيها غزة لليوم الرابع، وقد تجاوز عدد الشهداء في وحشيها الجيش الصهيوني 770 شهيدة، والتي تضم 140 طفلا و 120 امرأة. وناشدت منظمة الصحة العالمية تفسع المجال للأسباب الإنسانية لتوفير الأدوية ومرافق الطبية في المنطقة. استهدف الجيش الصهيوني برج الأمن في غزة، مما أدى إلى استشهاد 5 صحفيين. كان هناك مقاتب للعديد من دور الإعلام في هذا البرج. وقالت إسرائيل إنه شنت أكبر غارطة جوية على الإطلاق. وفي اليوم الرابع قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 مكان. كما تقوم كتائب القسام التابع لهماس بتنفيذ إجراءات مددة. وفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد قتل 900 إسرائيلي في عمليات واستباقات مختلفة، بينما يقبأ نحو 100 جندي ومدني إسرائيلي في سجون حركة حماس. وأعلنت كتائب القاسم أنه إذا لم توقف إسرائيل القصف فسوف تقتل رهينة إسرائيلية مقابل كل هجوم. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وقال إن الوضع سيصبح أكثر خطورة مع الانحسار الكامل على غزة وفقط إمدادات المواد الغذائية والوقود والكهرباء. وأعلنت ألمانيا وأستراليا تعليق المساعدات للفلسطين. تمت الدعوة لإلقاء استماع طاري للوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل للنظر في التوتر المستمر بين حماس والإسرائيل، والذي تم دعوة وزير خارجية إسرائيل وفلسطين للمشاركة فيها أيضا. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالات هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والزعماء الآخرين في ظل التوتر الذي تشهد المنطقة. وقال ولي العهد السعودي إنه سيواصل دعم حقوق الشعب الفلسطيني والحل العادل للصراع. وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بوقف قصف الإرادة الفلسطينية. وقال في تصريح للوسائل الإعلام بعد اجتماع مجلس الوزراء إلى تركيا تلعب دور الوسيط في حل للمشكلة وتبادل الأسرى. وقد أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيث على الواقع دعم العنف، وقال إن مثل هذا الأحداث ستستمر ما لم يتم إلا مشكلة فلسطين. جاء ذلك في تصريحاتها للوسائل الإعلام بعد لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، وطالب موسكو بوقف فوري لإطلاق النار. التقى رئيس الوزراء حكومة تصريف الأعمال أنوار الحق كوكر مع رئيس الوزراء حكومة إقليم بلوشستان سردار علي مردوان دومكي، حيث استماع إلى إحاطة بشأن الاجتماع 14 للجنة العليا المناقضة لتنفيذ خطة العمل الوطنية. كما ناقشت الوضع الحالي للقانون والنظام في الإقليم. كما شارك في الاجتماع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مير سرفراز أحمد بوكتي. التقى الوزير الاتحادي السابق محمد علي دوراني بالرئيس الدكتور عارف علوي. إجراء انتخابات شفافة ونزيحة مطالب دستوري. توفير فرص متوسطة للجميع الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية أمر ضروري لتعزيز الديمقراطية. والوقت مطلوب للحوار والتوافق بين أصحاب المسلحة لمواجهة الصعوبات. إزلاء الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في باكستان باقي 21 يوما على موعد النهائي. غادرت 88 عائلة أخرى عبر تورخام. عاد إجمالي 332 عائلة إلى أفغانستان قبل الموعد النهائي. يمكن للأجانب المقيمين بشكل غير قانوني مغادرة باكستان بمفردهم. إزلاء الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في باكستان باقي 21 يوما على موعد النهائي.
تستمر قيمة الدولار في الانخفاض، حيث أصبح الدولار أقل ربية إضافية 16 بيصة في البنوك، وتم تجاوز الحد النفسي البالغ 48 ألف. انخفاض قيمة الدولار أصبح الدولار أرخص بمقدار 16 بيصة للربية الواحدة فيما بين البنوك، تفرض قبيلة في سوق الأسهم الباكستانية بزيادة 418 نقطة في مؤشر الميناء. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.